تقريبا نقول طرفين روسيين، ويبدو أننا سنذهب إلى طرفين روسيين. قال إيفغيني بريجوغين رئيس مجموعة فاغنر العسكرية للروسية الخاصة اليوم الجمعة إن المبررات التي استند إليها الكريملين، اسمعوا مليح، خاصة لقدسو بوتين، مش اللي عندهم موقف أنه ماذا بينا يربح بوتين، لا، لقدسو خاصة، اسمعوا شي يقول أحد كبار المسؤولين الروس اللي قاتل واللي ماتولو، هو يقول في بخموت فقط أكثر من 20,000 قتيل، منهم 10,000 كانوا في السجون استخدموهم للمحرقة شيرا كانو، و10,000 من المرتزقة نتاعو بما فيهم أجانب، يعني كثير من الأجانب. إذا هذا ماهوش بسيط، واللي يسموه طباخ بوتين. شوفوا ايش يقول، إن المبررات التي استند إليها الكريملين لغزو أوكرانيا مبنية على أكاذيب لفقها خصومه الأزليون في قيادة الجيش. ويقول بريغوجين، وهذه للمرة الأولى، أن المبررات الروسية الأساسية لغزو أوكرانيا الذي بدأ في 24 فبراير 2022 كانت كاذبة. لم يكن هناك أي شيء غير عادي يحدث في يوم 24 فبراير 2022. تحاول وزارة الدفاع خداع المجتمع والرئيس، وتحكي لنا قصة عن عدوان أوكراني غريب، وبأن أوكرانيا كانت تخطط لمهاجمتنا هي والحلف الأطلسي بأكمله. إن هذه الرواية الرسمية قصة كاذبة، وإن بدت قصة جميلة. كانت هناك أسباب للحرب، أسباب أخرى، من بينها حتى يترقى شويغو إلى رتبة ماريشال، شويغو هو وزير الدفاع، ولكي يحصل على قلادة روسيا، بطل روسيا. لم تشن الحرب لنزع سلاح أوكرانيا أو القضاء على النازية فيها. هذا الكلام ليس من مسؤول أوكراني، وليس من مسؤول غربي، وليس من معارض روسي، وليس حتى من شخص مثلي منذ اللحظة الأولى اعتقد أن هذه حرب ظالمة وحرب مدمرة ومكلفة للعالم أجمع وبما فيها روسيا التي ستدفع ثمن باهظ. هذا من أحد زعماء الحرب وقادة الحرب الروسية. وش يقول أيضا، لأن قبل ما ندخل اللايف بقليل كانت تتسارع المراسلات. ها هو هنا كان أخرج هذا الفيديو ليتهم فيه. لماذا قال هذا الكلام؟ لأنه، خلينا نجيب الأصل لماذا بدأ هذا الكلام. قوات فاغنر تتهم وزارة الدفاع الروسية بالهجوم على أحد مقراتها. فقد نشرت قناة فاغنر الرسمية على تيليجرام أن وزارة الدفاع الروسية هاجمت أحد مواقعها، وذلك بهجوم صاروخي على معسكرات تابعة لقوات فاغنر، وهناك العديد من الضحايا. وبحسب شهود عيان فقد تم تنفيذ الهجوم من الخلف، أي أنه تم تنفيذه من قبل جيش وزارة الدفاع الروسية. وبعد بث هذا الفيديو جنود من ما نوريش الجثث لأن ربما هذا ما يسمحش بها المواقع. إذا هؤلاء من جنود أو ضباط فاغنر، وهم صوروا الهجوم اللي يقول زعيم فاغنر أن قامت به وزارة الدفاع الروسية، قاموا به الجنات الروس على مواقعهم، مواقع فاغنر اللي هما أيضا
جماعة روسية تقاتل في أوكرانيا لصالح الكريملين. وش دار من بعد ذلك؟ قائد مجموعة فاغنر يتوعد بالانتقام بعد قصف الجيش الروسي لقواته. وزارة الدفاع الروسية تقول لا صحة للادعاء بقصف معسكرات لقوة فاغنر، وهذا الاتهام منافي للواقع وهو استفزاز إعلامي. فاغنر يتوعد بالانتقام من اتهامه بعد اتهامه الجيش الروسي بقصف قواته. فاغنر يجب القضاء على هذا الشر في مواجهة القيادة العسكرية الروسية. فاغنر يقول أن لدينا 25,000 مقاتل في روسيا وسنكشف سبب حدوث هذه الفوضى. فاغنر يعلن بدء تمرد قواته على قيادة الجيش الروسي. بعدين يجي رد من عند الكريملين، هذا راكم متابعين وتشوفوه، يسموه بيسكوف المتحدث باسم الكريملين. يا ليت المساعد اللي عنده هذا التدخل تاع بيسكوف يبعثوا لي. بوتين مطلع على التطورات المتعلقة بقائد فاغنر ويتم اتخاذ جميع التدابير اللازمة. وبعدين رويترز تقول فاغنر يقول أن شويغو أمر بإخفاء 2000 جثة من مقاتلي فاغنر في مشرحة. وأضاف طاس عن النيابة العامة الروسية رفع قضية على قائد فاغنر بعد تحريضه على تمرد مسلح. لجنة مكافحة الإرهاب في روسيا رفعنا قضية جنائية ضد قائد فاغنر بعد دعوته إلى التمرد المسلح. قوات فاغنر تعلن التمرد على وزارة الدفاع الروسية بعد اتهام إيفغيني بريغوجين للقوات النظامية بالقيام بقصف معسكراته وقتل آلاف الجنود وسط قواته. هلا نشوف وجابة الجزيرة إجابة حاجة. بالانتقام من الجيش الروسي على حد تعبيره. في المقابل قالت وزارة الدفاع الروسية أنه لا صحة للادعاءات بقصف معسكر لقوات فاغنر، وإن هذا الاتهام مناف للواقع وهو استفزاز إعلامي على حد قول تلك التصريحات. مات جنودنا في باخموت وهم يدافعون عن روسيا وجيشها، لقد خدعونا بكل خسة وحاولوا أن يسرقوا فرصتنا في الدفاع عن بيوتنا وحاولوا طرد قوات فاغنر. كنا مستعدين لنتنازل أمام قوات الوزارة وأن نضع سلاحنا حتى نفكر بطرق الدفاع عن وطننا، ولكن هؤلاء الأخساء لم يقفوا عند هذا، رأوا اليوم أنه لم يتم كسرنا وقاموا بضربات صاروخية على معسكراتنا، ولقد قتلت أعداد كبيرة من جنودنا ومن إخوتنا في السلاح. سوف نتخذ القرار المناسب بطرق الرد على هذه الأفعال. الخطوة التالية سوف تكون من طرفنا. مجلس إدارة قوات فاغنر اتخذت قرار إن الشر الذي تقوم به الإدارة العسكرية للدولة يجب أن يتم إيقافه، إنهم يهددوا أرواح الجنود. لقد نسوا معنى العدالة وسوف نعود وسوف نعيد هذا، لأن الذين قتلوا شبابنا وجنودنا، الذين قتلوا عشرات وعشرات الآلاف من الأرواح، أرواح الجنود الروسيين، سوف يتم معاقبتهم. أرجو الجميع أن لا يقاوموا. كل من سوف يحاول أن يقاوم سوف نعتبره تهديدا وسوف يتم تدميره فورا، بما فيهم أي نقاط تفتيش سوف تقف في وجهنا، وأي طيران سوف نراه فوق رؤوسنا. أطلب من الجميع أن يلتزموا بالهدوء وأن لا يقفوا وأن لا يتعاملوا مع الاستفزازات وأن يبقوا في منازلهم. الرجاء أن لا يخرج أحد للشوارع، وبعد أن ننهي ما بدأناه سوف نعود للجبهات حتى ندافع عن وطننا.
إن الإدارة الرئاسية والمخابرات والحرس الوطني ومختلف التشكيلات سوف تعمل من جديد في النظام المعتاد، ولكننا سوف نتعامل مع الذين يقتلون الجنود الروس وسوف نعود للجبهات. العدالة للجنود سوف تحقق، وبعد هذه العدالة سوف تكون عدالة لكل روسيا. شيغو منذ قليل بجبن هرب من راستوف في 9 ليلا وهرب كامرأة حتى لا يشرح أسباب قيامه باستخدام الهليكوبترات لقصف جنودنا. لماذا قام بضربات صاروخية؟ هذا المخلوق سوف نعيده. نحن 25,000 جندي ونحن ذاهبون لنفهم ونتحقق ما هي مصادر الفوضى في الدولة. 25,000 شخص ينتظر كاحتياط تكتيكي، أما الاحتياط والأخبار الآن تصدر أن في موسكو، تخيلوا أن في موسكو الحديث على أن تعزيز الإجراءات الأمنية في موسكو، لأن بريغوجين هدد بأنه عنده 25,000 مقاتل داخل روسيا، أي أنه يعلن تمرد عسكري ويعلن دخوله في حرب مع الجيش الروسي، ويطلب من الجيش الروسي أن لا يقاوموه، وأنه يريد أن يخلصوا من هؤلاء الجنرالات الذين دفعوا به إلى الموت في أوكرانيا، يعني محاولة انقلابية من أحد أهم زعماء الحرب الروسيين أو الروس في مواجهة أوكرانيا. هذا تطور خطير وخطير جدا، وقد يؤدي إلى تحول هائل في الحرب الروسية الأوكرانية. إذا مضى باغنر ولم يستطيعوا إلقاء القبض عليه وقتله أو اعتقاله، وأنا شخصيا كنت توقعت هذا، الناس اللي تابعوا يعرفوا هذا الكلام كنت قلته قبل فترة، إذا المساعد رأى عنده المقطع يبعثوا لي، قلت بأن القضية ما بين هذا الزعيم باغنر والجنيات الروس ستكون سيئة جدا وستذهب إلى غير إلى مسارات يجب أن ينهوه، وإلا يحدث لهم كوارث، لأن تصريحاته السابقة كانت هجومات وهجومات متواصلة، وحاول الجنيات الروس ووزارة الدفاع وحتى الكريملين أن يخفوا وأن يهدئوا لكن واضح أن اليوم يتهمهم بأنهم قاموا بقصفه وبخداعه وبأنهم ضد مصلحة روسيا، وأن أصلاً الحرب هذه بنيت على أكاذيب. هذه حقيقة، الحرب حرب الروس على أوكرانيا بنيت على أكاذيب، على خداع، وعلى تضخيم وجود الغرب داخل أوكرانيا، وبنيت على أساس أنها ستكون عملية عسكرية سريعة، حتى سموها العملية العسكرية الخاصة. أنا اليوم 16 شهر بالضبط، يعني غدا بالضبط ينتهي 16 شهر وندخل في شهر 17، تعطيك صورة أين تنتهي الأمور، وقد تنتهي بحرب شوارع في موسكو، وقد تنتهي بقصف متبادل. صحيح مجموعة فاغنر مقارنة مع الجيش الروسي هي أقل بكثير، يعني أقل ربما 50 مرة أقل، لكنهم مقاتلين شرسين جدا وتعودوا على الدماء وتعودوا على القتل، سواء في أوكرانيا أو في الأماكن اللي جابوهم منها. يعني كان بعضهم جاء من ليبيا، من مالي، من أفريقيا الوسطى، من سوريا خاصة، ومن أماكن أخرى، إضافة إلى المرتزقة اللي التحقوا بهم أو المساجين اللي التحقوا بهم. إذن قد تذهب الأمور وتتطور إلى أن يحدث انقلاب داخل روسيا، سواء يقوم به زعيم فاغنر هذا أو جنرالات آخرين غاضبين وهم يرون الأمور كيف تتطور. وللأسف في هذه الجيوش، لأنها جيوش لا تخضع للمراقبة ولا تخضع لمراقبة المدنيين وللبرلمان ولأشياء كثيرة، يعني وللمراقبة الداخلية، فدائما هناك أجنحة، هذه دائما هناك أجنحة. دليلها هم جنرالات الجزائر، 36 جنرال في السجن ومئات من الضباط الآخرين. فهذه الإشكال، قد يكون هذا تحول
خطير جدا، لا ينتهي فقط بهزيمة روسيا في أوكرانيا، أقول قد، لأن حسب تطورات الأحداث وحسب ما إذا كان فاغنر سيستمر ويستطيع أن يقود تمرد بكل ما تعني الكلمة، أو أنه سيتم القضاء عليه، وربما للكريملين ولوزارة الدفاع خطة للقضاء عليه. كان واضح منذ 3 أشهر وهو يشتكي، بدأ في البداية بالشكوى وبالقلق وبالانزعاج، ثم بدأ بالاتهامات من أنهم لا يعطوه سلاح وأنهم يضيقون عليه، وأنه ثم ينتهي الآن إلى أنه يقول أنه يريد أن يحرر الجيش الروسي من القيادة الفاسدة ويسميهم بالاسم، ويقول أن لديه 25,000 مقاتل داخل روسيا إضافة إلى عشرات الآلاف من المقاتلين المتواجدين في أوكرانيا. إذن تطورات استثنائية وحاسمة جدا قد تكون ذات تأثير خاص في ما يجري في أوكرانيا، ما يجري في روسيا أساسا. وإذا ما توسعت وذهبت إلى انقلاب حقيقي، فقد نرى أشياء في روسيا ربما الناس كانت في فيلم هوليوود أو حتى بوليوود ما كانوش يتصوروه وما كانوش يتوقعوه. قد نرى انقلاب كامل للأحداث والأوضاع، سنرى، وهذه أمور حاسمة جدا. طبعا أوكران الآن والقوى الغربية وكذا يكونوا مش فقط فرحانين، يكونوا يسمعوا في كل همسة وفي كل تحرك، لأن إذا حدث صراع داخلي فهذا بالنسبة لأوكرانيا سينهي الحرب لمصلحتها، تسترجع أراضيها ربما بدون قتال، بانسحاب الجيش الروسي أو بمقاومة ضعيفة، وربما تذهب أكثر وأبعد من ذلك. هذه ليست أماني، أنا كنكون معكم هنا عندي موقف الأخلاقي المعادي لهذه الحرب والمعادي للظالمين أينما كانوا، كما عاديت حرب بريطانيا وأمريكا على العراق وعلى أفغانستان وعلى أماكن أخرى ودول غربية على أماكن أخرى، وعادي الموقف الروسي وحربه على الشيشان وعلى سوريا وعلى أوكرانيا وغيرهم، أينما كان ظالما فأنا ضده، هذا موقفي الأخلاقي. لكن نضع الجانب الأخلاقي ونجي بعد لقضية التحليل، فهذا التحليل اللي نقوله ما هوش wishful thinking، ليس تحليل بالتمني، لأن تمرد، والدليل ها هو تمرد ميليشيا في السودان، شوفوا أين ذهب السودان، تمرد هذه الميليشيا قد يدفع آخرين داخل جنرالات الجيش الروسي إلى التمرد. الآن هذا يبغوني بريغوجين تتهمه المخابرات الروسية ومكافحة أجهزة مكافحة الإرهاب وجنرالات الجيش الروسي والكريملين بأنه يدعو إلى التمرد وأنه ذاهب إلى التمرد وأنهم رفعوا له قضية. طبعا هذه رفع القضية هي تجي فقط للتغطية القانونية، العمل سيتم الآن على الأرض، وقد نسمع حرب حقيقية ما بين جماعة فاغنر والجيش الروسي. زيارة تبون، سنشاهد يقول زيارة تبون هي السبب، لا، هي زيارة تبون قد تكون هي مش سبب، لكنها هي فال شر. أينما ذهب تبون كانت هناك كوارث، ولعلكم راكم شفتوها في عدة أماكن وفي عدة أشياء وفي عدة، أينما يكون تبون هناك كوارث، فهو قد يكون فال تاع شر. يعني هذا الإشكال، وهناك بالفعل يعني كاين أشخاص معينين دون تطير، هذا مش تطير، كاين أشخاص معينين معروفين يعني أنهم أينما تواجدوا أينما يكون كاين كوارث. دليل حول الجزائر، شوفوا الجزائر اليوم مقارنة مع الجزائر 5 سنوات كانت سيئة جدا قبل 5 سنوات، الآن مش سيئة جدا، الآن راهي ما بعد السيئة جدا، ما وراء السيئة جدا على قول الجماعة، ما وراء الحداثة يعني، وما وراء مانيش عارف. تبون كارثة، كارثة حقيقية. اليوم أحد الأفاضل كان يقول لي يعني، قال لي هذا تبون يستاهل مانيش عارف واش، قال الكلام، قال لي هذا، قلت له لكن رحيله لن يغير من الأمر، قال لي أنا عارف، لكن هذا الشخص هو كشخص مصيبة على البلاد، مصيبة. خلينا نسمعوا بعض مصايب، أو خلينا نرجعوا لها مرة أخرى لأن باش من، أو على الأقل مقطع يعني. هاي المدافع في روسيا، في موسكو هذه، خرجت المدافع.
وكالة المخابرات الروسية الـ FSB، يعني نقرأ لكم الآن مباشرة من موقع في التويتر من يسموه ديمتري ألبيروفيتش، يقول هاولي من أراد أن يشوفه مباشرة أو خلينا نشوفه هنا، يقول أن الـ FSB calls on Wagner to ignore Prigozhin criminal orders and to assist in his apprehension. أن المخابرات الروسية تدعو عناصر فاغنر أن لا يستمعوا إلى أوامر زعيمهم بريغوزين وأن يساعدوا على اعتقال. يعني سمعنا بريغوزين هو يدعو الجنود الروس أن لا يقاوموا لأنه يريد أن يلقي القبض على الجنرالات الروس، وهنا المخابرات تدعو عناصر فاغنر لا يقاوموا وأن يساعدوا في اعتقال بريغوزين. وجنرالات آخرين أيضا قاموا بفيديو multiple generals making videos calling on them to do the same. جنرالات آخرين دعوا عناصر فاغنر أن يفعلوا نفس الشيء. وهاهي armored vehicles are observed on the street of Moscow. هاهي الدبابات الروسية، آليات روسية في شكل دبابات في موسكو. تطور خطير وخطير جداً.